طيب تعالوا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمحافظة قنا ونتابع انطلاق بطولة الجمهورية للكونفو بالصالة المغطاة في محافظة قنا مع زميلنا أحمد الأفيوني اللي موجود هناك دلوقتي. صباح الخير عليك يا أحمد، قولنا إيه الأخبار عندك؟ صباح الخير جمانة وصباح الخير محمد، تحياتي لكما. بالفعل يعني ربما دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الجمهورية للكونغ فو لقطاع الصعيد هنا في محافظة قنا بمشاركة أكثر من 1200 لاعب هنا يشاركون في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى هنا على أرض محافظة قنا. للمزيد من التفاصيل دعيني جمانة أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ محمود خيري نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الكونغ فو هنا على أرض محافظة قنا. أستاذ محمود بداية برحب بحضرتك، يعني لو تطلعني على التفاصيل أكثر حول هذه البطولة التي تقام لأول مرة هنا على أرض محافظة قنا، عدد المشاركين، عدد الأندية المشاركة أيضا في هذه البطولة، تفاصيل أكثر حول هذه البطولة هنا في قنا. السلام عليكم ورحمة الله. إحنا لأول مرة البطولة بتقام على أرض الصعيد وتحديدا في هنا، ودي للمرة الأولى من فترات بعيدة جدا، نظرا لاهتمام الاتحاد المصري بقيادة الكابتن شريف مصطفى بالاهتمام بالصعيد وتعليمات معالي الوزير أشرف بيه صبحي، إن البطولة بتقام هنا على أرض هنا، ده بداية. بعد كده هنتجول، بنشترك فيها حوالي 8 محافظات، بنبدأ من محافظة الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، هنا الأقصر، أسوان، والجديد اتخذ قرار في مجلس الإدارة بضم البحر الأحمر لقطاع الصعيد. دي بداية، بيشارك في البطولة ديت وهي بتعمل أول مرة 1200 لاعب ولاعبة، هنختار منهم إن شاء الله المنتخب الصعيد. هيبقى في مكان لتمركز المنتخب في المنيا، في محافظة المنيا، وقريبا هيبقى في الأقصر في مكان زي تمركز للمنتخب، تدريباتهم وحالهم محتلهم، وان شاء الله اللي جاي افضل بكتير للصعيد وحاجه كويسه وان شاء الله خير. يعني استاذ محمود، توقعاتك لهذه البطوله التي بتقام لاول مره هنا في محافظه قنا، توقعات هذه البطوله من محافظه قنا؟ والله بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك شايف المنظر مشرف جدا، اتوقع نجاح باهر. 1200 لاعب ده رقم مش قليل على 8 محافظات، انت بتتكلم على 8 محافظات، فرقم مش قليل، وبسم الله ما شاء الله المستويات عالية جدا زي ما حضرتك شايف. ان شاء الله لا، بطولة ناجحة وبطولة موفقة، وتفريغ العناصر للمنتخب هتبقى حافز، لان في هنا ناس بتراقب البطوله عشان تاخد عناصر من الصعيد للمنتخب، تسافر افريقيا واوروبا والدول العربيه البطولات الجايه ان شاء الله، فعامله حافز للبطوله ان شاء الله ناجحه جدا، والتنظيم اكثر من رائع. يعني يمكن استاذ محمود لعبه الكونغ فو من الالعاب اللي يعني هناك اعتقادات خاطئه من قبل اولياء الامور في محافظات، تحديدا محافظات صعيد مصر، انها لعبه يعني تحرض على العنف لدى الاطفال والشباب، تعليق حضرتك على هذه المقوله؟ انا فندم ما فيش لعبه رياضيه لا الكونغ فو ولا غير الكونغ فو هتحرض على العنف، والا ما تبقاش رياضه تبقى خناقه. يعني لعبه الكونغ فو ليها اسس ولها قواعد وليها. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا طبعا، كنا مع زميلنا احمد الافيوني عشان نتابع معاه ما يحدث في محافظه قنا من انطلاق بطوله الكونغ فو.